من اللعيبه برضو اللي ما خدتش حقها كتير في المباراه دي يا كابتن عبد الجليل محمد النني. محمد النني ورك ريت مش طبيعي، كان بيجري في كل مكان في الملعب تقريبا، هتلاقيه هجوميا بيستنى ياخد الكوره، هتلاقيه في الدفاع بيغطي على اللاعبين سواء سنتر باكس او مدافعين. عمل مباراه كبيره قوي محمد النني، ودايما محمد النني بدي له حقه عشان في كتير من المباريات اللي بيعملها بشكل جيد ما بياخدش حقه بخلفيات ذكريات ناس. أيوة. بعض المباريات اللي ممكن تلاقيها. ايوه ما دي مشكله، مشكلتنا احنا يعني لما بناخد انطباع عن حد ما بنغيروش حتى لو الحد ده كان النجيله. لا النني بقاله سنه يا جماعه ارسنال، هو الراجل مدرب يعني بيتكلم عليه، ما يعني هو مش هيجامله ده الارسنال. فالولد لا لعيب كوره من زمان يا كابتن، شئت ما بيت، لا لعيب كوره بيعرف يغطي على زمايله دلوقتي كمان، علي بيلعب بدماغه يعرف ازاي يخش يقدر يقطع، اتطور جامد قوي، وانا شايف ان هو الفتره الجايه من الناس اللي هتاخد حقها. صح. مصطفى محمد وتريزيجيه امبارح عمل مباراه كبيره برضه يا كابتن احمد. طبعا بالذات تريزيجيه يعني مصطفى، لان كان في حاجه يعني من ضمن الطريقه يعني او الخطه ان مصطفى ينزل يستلم وتريزيجيه ياخد في ظهره. عملوها صح، عملوها مرتين ثلاثه وجاب منها جول. فالدكتور يعني. الدكتور الدور التكتيكي اللي عمله مصطفى محمد في المباراه كان دور رائع جدا، عشان احيان كتير قوي كان محمد دلوقتي في الكوره الحديثه يستنوا المهاجم يسجل بس. بالزبط. المهاجم بقى ليه ادوار ثانيه كتير. ايه الفرق بين مصطفى محمد كيروش ومصطفى محمد روي فيتوريا؟ اقول لك المفاجاه. نفس الدور. نفس الدور. حلو، برافو عليك. بالظبط. بس صح. كان صح. ده يعني في كيروش كان عليه ضغوطات عاليه، وهنا بعد ما راح فرنسا بقى تحس ان اللعيب نفسه ارتاح نفسيا. بالمناسبه مين كان افضل لاعب في المباراه امبارح؟ محمد صلاح. لا يعني بتكلم على الاختيارات. الاختيار محمد صلاح كان افضل لاعب. لا انا يعني انت كان بالنسبه لك مين؟ انا كنت هكمل على حاجه بس قول كان بالنسبه لك مين؟ انا تريزيجيه. تريزيجيه بالنسبه لك يا كابتن محمد؟ احمد حجازي. احمد حجازي. محمد صلاح افضل لاعب في المباراه، مصطفى محمد سجل الهدف الاول، تريزيجيه سجل الهدف الثاني. حضرتك تتحدث عن احمد حجازي كمان، ونرجع هنا للنقطه المهمه جدا انه يا جماعه المحترفين غير. مع كامل الاحترام والله لكل اللاعبين اللي موجودين عندنا وكلهم مميزين، وكانوا في خمسه وخمسه، بس هيفضل المحترفين طبعا. بيعملوا الفرق. صح. عشان الناس بس تيجي يقول لك ايه يا كابتن حسن، عشان الجيل بتاعكم ده اللي عمل لنا قلق في حياتنا. هو اللي عزلنا لحد دلوقتي. قال لك ما هو بجيل محلي اهو كسبنا كل حاجه. بس انا امبارح شميت ريحه جيل 2006. حلو. بالظبط. شميت شويه كده. انا ليه فتحت الحوار ده يا كابتن محمد؟ عشان برضو انا مش عايز ننسى، عشان كسبنا بلجيكا، كنا لسه خاسرين من كام يوم من السنغال في التصفيات وكاس الامم الافريقيه. لا لسه خاسرين من اثيوبيا. ولسه خاسرين من اثيوبيا وكوريا الجنوبيه. وكوريا. فالناس بتنسى فكره ان احنا بنقول انه احتراف يا جماعه. الناس تطلع تحترف. صح. ده مصطفى محمد يا دوبك نانت الفرنسي يعني، برضه نانت يعني بقاله نانت الفرنسي، وبقى شوف مش بقى مصطفى محمد نسخه ثانيه، تريزيجيه بيلعب في طرابزون ونسخه ثانيه. فالاحتراف حجازي في الاتحاد السعودي الدوري السعودي قوي. حجازي كمان عشان عنده سلسله عظيمه من قبل كده، الاحتراف عظيمه يعني. بالظبط كلامك مظبوط. الاحتراف بيخلي عقليه اللاعب. انت شفت محمد صلاح لما بيجي في يتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك انا عملت كده، انت تقدر تعمل كده، بيدي يعني عارف انت بيوسع للناس كلها عشان تطلع تحترف. بس هو يا كابتن حسن مش بس كمان في التصريحات، طبعا النضوج في التصريحات دي حاجه عظيمه، لمسه الكوره، استلام، تسلم. يا جماعه انا بشوف الحاجات دي، انا بشوف مصطفى محمد دلوقتي بيلمس الكوره. هو انا اسف معلش، مصطفى محمد يا كابتن عبد الجليل لو ما كانش خد تجربه الاحتراف دي كان هيروح ياخد الكوره من دي بروين، وبعد ما ياخدها من دي بروين يلبسه كوبري ويشوطها في تيبو كورتوا بالثقه دي. هيقعد يحلق عليه مش هيرضى يخش. صح كده؟ بكلمك بجد. مستحيل يفكر، مستحيل يفكر يشوط في تيبو كورتوا وبالحرفنه دي كمان. شفت دي بروين شال رجله ازاي؟ ما هو لا قلق برضه يعني، هو الراجل داخل على كاس عالم. بالظبط كده. احنا ما عندناش كاس عالم. وبعدين الاراكوندا ما كانش هيرحمه، كان هيدوس فيه. هيدوس فيه. لا انا هروح اجيب جون. طبعا. بس هم لا لعبوا ماتش حلو يعني، لعبوا ماتش حلو.